السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن التريشولدنج. ايه هو التريشولدنج؟ فايدته في ايه؟ وهيفيدني ايه في الصور بتاعتي؟ تمام، وهنشرح طبعا طريقه مشهوره جدا اللي هي جنرال تريشولدنج او سيمبل تريشولدنج، وكمان طريقتين اتنين برضك هيفيدونا مع الطريقه ديت ان شاء الله. فالدرس ده مهم جدا وخليكم معايا. تمام، فدي شكل الصوره اللي عندنا ان شاء الله اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فمثلا لو انت عندك صوره شبه ديت وعايز مثلا الجزء اللي هو عليه اسود ده او الجزء اللي هو مش باين، فانت عايز تقراه او عايز توضحه مثلا بحيث ان هو يبقى كل الصوره بطبقه واحده، او كل الصوره مثلا بدرجه، يعني ايه درجه اللون الابيض فيها واضح والكلام ده كله، او بدرجه واحده يعني. تمام، فتقدر ان انت تقرا الصوره والكلام ده كله. فتعملها ازاي؟ فهنا التري شولدنج بيجي في كلمه. الفكره في التري شولدنج ان هو بيحاول يفرق ما بين الاجسام وبعضها. يعني مثلا لو انت عندك ايه جسم مثلا محطوط على الارض مثلا الحاجه، هو يقدر يحدد لك الجسم عن الارضيه. يعني الفكره العامه ايه، احنا اساسا لما بنيجي نعرف نميز الاجسام ازاي؟ يعني انت لو مثلا حاجه محطوطه على الارض، انت ازاي بتقدر تتعرف ان في حاجه محطوطه على الارض؟ الفكره ان مثلا اللون الحاجه ديت بتبقى مختلفه عن اللون الارضيه، وبالتالي بتقدر تقول ان في حاجه موجوده على الارض. لو محطوط مثلا ورقه بنفس لون الارض بالظبط، ماشي، فانت لو جيت بصيت مثلا مش هتقدر تميز الورقه. تمام، انما لو كانت مثلا الارض لها لون معين والورقه لونها مثلا ابيض، فانت هتقدر تميز الورقه وهتقدر تميز الارض. انما لو الورقه والارض لهم نفس اللون مش هتقدر تميزهم. فدي الفكره بس. فالتريشولدنج هو ده اللي بيعمله بالظبط، بيحاول يميز الباك جراوند على الفور جراوند، يعني الخلفيه عن المقدمه. تمام، فدي الفكره اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله، ان هو في ان احنا عايزين نخلي الجزء دوت فاتح بحيث ان انا اقدر اقرا المكتوب هنا. انا مش شايفه كده، او حتى ممكن تكون اسوأ من كده كمان. فانا عايز ان هو البرنامج يقدر او التريشولدنج دي يقدر ان هو يفتح لي الجزء ده. فتعال نشوف هنعمله ازاي. زي كل مره برضك هنستخدم سي في 2 ونمباي، وهنستخدم مكتبه جديده اسمها ماهوتس. فلو انت مش منزلها ممكن تعمل رن الامر ده باستخدام بيب، او لو عندك اناكوندا واللي انا افضله يعني انت تعمل رن الامر ده. تمام، فيا بيب يا ده، يعني استخدم واحد من الاثنين دول. تمام، وبعد كده طبعا بقى كونستانس والكلام ده كله استخدمناه قبل كده وهنحتاجه، ويعني ايه لسه هنستخدمهم ان شاء الله بعدين، هنرجع لهم لما نيجي نستخدمه. وبعد كده ايه عندك طبعا، اول حاجه نعمل الايمج بتاعتنا. الايمج بتاعتنا تبقى الايمج العاديه، وبس عملت لها برده كونفرت تو جري سكيل الاثنين في سطر واحد كده، ماشي، ودي الايمج. وبعد كده عملت لها بليرنج. طبعا البلير احنا شرحناه قبل كده، فلو انت مش فاهمه ارجع تاني للفيديوهات اللي قبل كده. تمام، وبعد كده كده بس كده خلاص احنا عملنا الايمج وعملنا لها بليرنج. تمام، بس. وبعدين سيمبل تريشولدنج ده بقى الفكره في ايه؟ الفكره في السيمبل تريشولدنج ان انت بتدي للميثود ديت قيمه معينه، بحيث لو كانت قيمه البكسل في الصوره اكبر من القيمه ديت ادي لها مثلا 255، ولو كانت اقل من القيمه ديت يبقى صفر، بتبقى صفر اوتوماتيك. تمام، فالفكره يعني ايه سيمبل تريشولدنج؟ انت بتيجي هنا ادي الميثود اهيت. تمام، ادي السيمبل تريشولدنج. تمام، ادي الميثود. سيبك من الكلام اللي انا كاتبه ده كله، ده هنشرحه بعدين ان شاء الله، بس الفكره اللي انا محدد عليه دهو بالظبط. تمام، فانت بتقول له cv2.threshold وبتدي له الايمج، وبعد كده بتدي له التي. تي كابيتال دي القيمه اللي انت هتقسم عندها الصوره، بحيث البيكسلز الاكبر من القيمه ديت هتاخد القيمه ده هي اللي هي 255، والبيكسلز اللي اقل من القيمه ديت هتاخد صفر اوتوماتيك. تمام، فانت بتتحكم في القيمتين الاثنين دول، التي والقيمه اللي جنبها ديت القيمه اللي هتاخدها اي قيمه بيكسل اكبر من قيمه التي. تمام، والصفر هتبقى هي القيمه الاوتوماتيك اللي هياخدها اي بيكسل اقل من قيمه التي. تمام، وبعد كده بقى في يبقى في طريقه كمان، حاجه اسمها سي في 2 دوت تريشولد باينري وتريشولد انفرس. تريشولد باينري اللي هو العاديه بقى، اللي هو اي بيكسل اكبر من التي بياخد 255، واي بيكسل اقل من التي بياخد صفر. انما الانفرس لا، العكس، اي بكسل اكبر من التي بياخد صفر، واي بكسل اقل من التي بياخد 255. تمام، فاللي هي نفس الفكره يعني، فافهم واحده بس والباقي ان شاء الله هيتظبط معاه. تمام، طيب بعد ما انا بستخدم الميثود دي ايه اللي بيحصل؟ الميثود دي بترجع لي حاجتين اتنين. اول حاجه بترجع لي قيمه التي اللي انا دخلته، المفروض هنا ترجع لي تي، بس انا مش عايزها، انا اللي مدخلها اساسا فمش عايزها، فبعمل اندرسكور عشان اقول له ان انا مش عايز القيمه دي ترجع. تمام، تاني حاجه بترجع لي الايمج بقى بعد ما انا عملتها تريشولدنج. تمام، فدي دي الايمج الناتجه بتاعت التريشولد دي اللي انا عايزها، فعملت لها ريتيرن بس كده. تمام، فتعالى بس نجرب البرنامج وهنفهم بعد كده ان شاء الله الكود دي شغال ازاي والدنيا ديت. تمام، فدي شكل البرنامج، دي شكل الايمج بتاعتنا. تمام، فدي التريشولد دي الايمج اللي عندنا. يعني هنا معناه ايه 120؟ التي بيساوي 120، دي معناه ايه؟ معناه ان هو اي بكسل قيمته اعلى من 120 ياخد قيمه ب 255، ماشي، اللي هو اللون الابيض، هيبقى لونه باللون الابيض.
واي بيكسل اقل من 120 هياخد صفر، تمام؟ فكده معناه ايه؟ كده معناه مثلا لو كانت قيمه التكست اللي هنا مش واضح شويه او لونه غامق شويه او الكلام ده كله، احنا بنحوله لونه اسود بالظبط. فكانك انت بتفتح الصوره من كانك بتجيب قيمه البكسل من مثلا الكلام من حواليه هيبقى ابيض بس الكلام اسود، تمام؟ فالاسود كاننا بنغمقه اكتر فيبقى اسود، والابيض كاننا بنفتحه اكتر فيبقى ابيض، وبالتالي نقدر نبين الخلفيه والكلام، فاهم؟ فهي دي الفكره، يعني ان انت بتبين الكلام اللي هو اللي على الوش والخلفيه اللي هي البيضه الصفحه يعني، فانت كده بتميز الوش عن الخلفيه، فدي الفكره، تمام؟ فلو احنا جينا ايه قللنا التي، هو طبعا ايه لو انت جيت بصيت للصوره، تعالى كده معلش بص على الصوره، لو جيت بصيت على الصوره هتلاقي هنا القيمه قريبه، فالقيمه قريبه قوي من مين؟ من الصفر، او من 10 20 في الحدود ديت، احنا لازم نقرب نقلل قيمه التي عشان توصل للقيمه ديت، تمام؟ عشان توصل. طب ليه؟ عشان لما توصل للقيمه ديت هتقدر تفتح لنا الجزء ده، تقدر تفتح الجزء ده وتقدر تفتح الجزء ده، وبالتالي تقدر تميز خلفيه الورقه اللي هو اللون الابيض عن الكلام اللي هو باللون الاسود، وبالتالي اقدر انا اشوف الكلام واقدر اميز ما بين الكلام والخلفيه، تمام؟ او الورق، تمام؟ فدي الفكره. انت بتيجي بقى هنا بتقعد تقلله اكتر اهو، شوف لما بزودها كده، انما لما بقلله اكتر اهو، تمام؟ الكلام بيوضح اهي، هو بقى بيجي هنا ادي الخلفيه باند، اللون الابيض بان خالص يعني شوف الصوره هنا، شوف هنا كده اهو، دي اللون بان خالص والكلام ده كله بان والكلام ده كله واضح، تمام؟ وفي حاجه كمان بقى ان هو ممكن مثلا ايه الصوره يبقى فيها شويه نويز والكلام ده كله، فانت ممكن تستخدم البلاير، فهنا بس لما اتك على ديت معناه ايه؟ ان انا كده بستخدم بلايرنج، واحد كده معناه ان انا بستخدم بلاير، صفر كده ما بستخدمش. طبعا الايمج اللي عندنا ما فيهاش نويز ولا فيها اي حاجه، يعني ايه ملهاش لازمه ان انا استخدم بليرنج والكلام ده كله. الانفرس اللي هو تقلبه، فالخلفيه طبعا هتبقى اكبر من 6، الخلفيه ديت اللون اللي هنا لون ابيض، تمام؟ اكبر من 6 ماشي، قيمته 255 اكبر من 6، وبالتالي لما اعمل انفرس فهو هيخليه اللون اسود، تمام؟ بس والعكس بقى بالنسبه لمين؟ للكلام، الكلام هيبقى لون ابيض، تمام؟ فدي الفكره بس. فهو دي الفكره بقى، اللعبه الفكره كلها في التي، فهو الميثود يعني هي قويه جدا، بس الفكره عيبها حاجتين اتنين. اول حاجه ان انت لازم انت تتدخل بنفسك، او بتحتاج تدخل من الانسان، ان انت تقعد تغير في القيم وتقعد تلعب فيها لحد ما تلاقي القيمه الامثل ان هي تحقق لك المطلوب اللي انت عايزه، تمام؟ تاني حاجه ان هي برضك لما بتيجي تستخدم قيمه للتي بتستخدمها على الصفحه كلها او على الايمج بتاعتك كلها، وده برضك مش مطلوب. ليه؟ عشان ايه؟ ان ساعات بيبقى في الايمج يبقى درجه الالوان او درجه الصل او درجه التدرج الالوان فيها مختلف، يعني مثلا هنا بتلاقي اللون هنا غامق قوي فوق في الحته ديت غامق، وبعد كده بيبقى فاتح شويه، تمام؟ وبعد كده فاتح شويه، فهنا اللون اسود قوي انما هنا فاتح، وهكذا. وكل ما انت بتنزل لتحت كل ما اللون بيفتح اكتر ودرجه الظل بتقل، تمام؟ فبالتالي لما اجي استخدم التي هنا فهو مش هيفرق، هو هيبقى يعني مثلا قيمة التي هنا تبقى هنا، هتبقى يعني بيرفكت قوي في الجزء اللي فوق هنا، انما لما مثلا بقللها شوف يعني شوف الجزء ده لما انا بزود هنا، شوف الجزء ده واضح ازاي قبلها او قبلها مش واضح، تمام؟ فدي الفكره، الفكره ان هو بياخد قيمه التي وبيعممها على الصوره كلها. يبقى هو له حاجتين اتنين، هو اول حاجه لازم ان انا اتدخل وادي له القيم من نفسي واقعد اجرب لحد ما الاقي قيمه مماثله مثاليه للصوره، تاني حاجه ان هو بيعمم قيمه التي على الصوره كلها، واحنا قلنا الصور ممكن تكون لها اكتر من تدريج، وبالتالي ممكن يكون كده غلط، وممكن ان انا افقد معلومات كتير، تمام؟ شبه الجزء اللي هو على اليمين ده كل الصوره طارت خالص، تمام؟ فكده غلط بالظبط، تمام؟ وبس. فهو الفكره في كده. في طبعا ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح بقى ازاي نحل المشكله ديت، وايه الطريقه اللي احنا ممكن نستخدمها عشان تحل المشكله ديت. فالدرس اللي جاي ان شاء الله مهم جدا جدا جدا، تمام؟ طيب احنا ممكن نحل مشكله دلوقتي في الفيديو ده، احنا ممكن نحل مشكله واحده، ايه المشكله؟ اللي هو التي، ان انا ما اضطرش ان انا احسب التي بنفسي. طب ازاي؟ اوستو وريدلر كلافورد. اوستو الفكره فيه ان هو بيجي مين بتديله الايمج اللي عندك وهو بيحسب لك قيمه التي اوتوماتيك، وبالتالي انت تقدر تطبق التريشولد بتاعك عادي، تمام؟ فاحنا طبعا هنستخدم المكتبه اللي احنا قلنا عليها، ماشي؟ هتقول له ماتوس دوت ثريدنج تريشولدنج دوت اوستو وتديله الايمج اللي عندك، تمام؟ وبعد كده مين هو بقى لما هو هيرجع لك مين؟ هيرجع لك قيمه التي، تمام؟
وبعد كده بقى احنا طبعا هناخد كوبي من الايمج بتاعتنا عشان احنا هنغير في قيمه البكسل. احنا قلنا هنخلي التي اي قيمه بكسل اكبر من التي هنحطها مثلا 255، واي قيمه بكسل اقل من التي هنحطها بصفر، تمام؟ بس فعشان ما نلعبش في الصوره الاصليه هنعمل كوبي من الايمج بتاعتنا. نقول اي قيمه بكسل اكبر من التي هنخليها ب255، واي قيمه بكسل اقل من التي هنخليها بصفر. وبعد كده احنا ممكن نطبق من اللي هو threshold binary inverse، ماشي، ان احنا نقول له بيت وايز نوت ونديله الكوبي بتاع الايمج بعد ما عدلنا على البيكسلز بتاعتها، تمام؟ او ممكن انت تعمل يعني ايه، ممكن ما تعملش اي حاجه وتسيبها زي ما هي باينري برضك زي ما هي ما تغيرش فيها وتعرض الصوره عادي، تمام؟ فتعالى كده نشوف الصوره. فدي شكل الصوره اللي عندنا بعد ما ادينا مين، بعد ما عملنا الاوستو. فالفكره ان هو بعد ما خلص بقى هو بيدينا قيمه الثريشولد اللي عندي او التي اللي عندي، قال لي 110 استخدم قيمه 110، تمام؟ تمام. فانا ممكن بقى ان انا استخدم القيمه ديت واستخدمها على الصوره بحيث ان هي توضح لها اكتر والكلام ده كله. بس طبعا كده غلط. احنا لو قلنا لو احنا مثلا عايزين نحدد الجزء اللي على اليمين اللي على الشمال ده وعايزينه نحدده مثلا او نوضحه اكتر، ف 110 ديت هتخفيه اساسا فمش هيبقى ظاهر خالص، تمام؟ فالفكره في كده. انما فالطريقه ديت مش يعني ايه مش دايما اوتوماتيك او مش دايما بتدي الطريقه الصح، تمام؟ عشان احنا قلنا الفكره في الاساس ان هو طريقه جلوبال ثريشولدنج دي برضك بتعمم الحاجه على الصوره كلها، فدي غلط، تمام؟ طيب حاجه برضك اللي هي ممكن نستخدمها اكتر كبديل يعني برضك اللي هو مين اسمها ريدلر كلافورد برضك ميسون، نفس الكلام برضك. بتستخدم مين؟ بتستخدم نفس الكلام، بتدي لها ماوتوس دوت ثريدنج دوت ار سي، تمام؟ ثريشولدنج دوت ار سي، وتدي له الايمج، تمام؟ هو هيرجع لك برضك قيمه التي اللي انت تستخدمها، نفس الكلام بالملي ما فيهوش اي حاجه مختلفه، تمام؟ خلينا نستخدم الصورة شبه ما هي، مش هنعملها بريت وايز نوت، تمام؟ هذا الأوتسو، تمام؟ وده مين؟ وده ريدلر كرافورد، يعني تقريبا نفس الحاجة بالظبط، تقريبا يعني، تمام؟ ده القيمة اللي هو جاب أهو نفس القيمة، يعني الأولاني جاب 110، التاني جاب 110 برضه، تمام؟ فهو نفس القيمة مفيش أي اختلاف خالص. تمام. فالفكره في كده يعني ايه، هو يعني كده احنا يعتبر حلنا حاجه بس من مشكله اللي هو جلوبال ثريشولدنج، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل المشاكل المتبقيه بقى ان شاء الله. فلازم تتفرج على الفيديو الجاي ان شاء الله، مهم جدا جدا جدا. والثريشولدنج يعني يعتبر من اهم الحاجات انت هتستخدمها ان شاء الله في الكمبيوتر فيجن، يعني هتستخدمهم كتير جدا، يعني البليرنج والثريشولدنج يعني حاجه اساسيه جدا في الكمبيوتر فيجن، تمام؟ تعالى نشوف بقى ازاي انا عملت البرنامج ده. طيب اول حاجه انا عملت مين؟ عملت ميثود ماشي اسمها جلوبال ثريشولدنج، وبدلها التي والانفرس واليوز بلاير، تمام؟ فلو اول حاجه بيشوف لو الانفرس دي اتبعت له انفرس بيساوي فولس بيساوي ترو خلاص هيخش هنا، طب لو اتبعت له بلاير بيساوي ترو خلاص هيخش هنا، تمام؟ يبقى كده معايا مين؟ معايا انفرس بيساوي ترو وبلاير بيساوي ترو. فيستخدم مين؟ هيستخدم الميثود عادي، تمام؟ بس الايمج اللي هيستخدمها اللي هي بلير اللي هي مين؟ اللي هي هنا، تمام؟ وبعد كده بقى بعد ما يخلص خالص وهيستخدم بقى طبعا سي في 2 دوت ثريشولد واديله البلاير والتي والكلام ده كله، وبعد كده يرجع له مين؟ يرجع له الايمج بعد ما عملها ثريشولد. طب لو مثلا ما استخدمش البلاير خلاص استخدم الصوره العاديه بس مع مين؟ مع الانفرس، طبعا ديت انفرس وديت انفرس، تمام؟ طيب من الاول خالص بقى لو ما ادانيش انفرس خلاص هستخدم، هقول له طالما ما ادانيش انفرس يبقى استخدم الباينري العاديه، تمام؟ ثريشولد باينري اللي هي العاديه اساسا اللي هي الصوره الاصليه اللي عندي، ماشي؟ طيب بعد كده هشوف بقى لو اداني البلاير خلاص هستخدم البلاير ايمج وماشي، لو ما ادانيش البلاير خلاص هستخدم الايمج الاصليه اللي عندي، تمام؟ بس كده. فدي الميثود ببساطه خلاص. طبعا بعد كل ميثود انا برجع القيمه بتاعتي عشان ايه، ببقى محتاجها في حاجه ثانيه، تمام؟ طب بعد كده احنا عملنا حاجه اسمها تراك بار، تمام؟ احنا طبعا شرحنا تراك بار قبل كده، تمام؟ فهعمل اربعه تراك بار، تراك بار عشان التي ماشي، وعشان الانفرس وعشان بلير وعشان السيف. السيف ديت نسيت اقولها، اللي هو لما حاجه كده شبه السويتش لما تتك عليها هيطلع من البرنامج وبعد كده يسيب لك الصوره عندك باستخدام باسم مين؟ باسم موديفايد اهي، تمام؟ فهو الفكره ان احنا هنعمل ايه، هناخد القيم بتاعه التي والانفرس والبلير وكل دولت، وبعد كده نجيب مين؟ نجيب الثريشولد ايمج. طب هجيبها منين؟ هقول له هندعي جلوبال ثريشولدنج وادي له التي وادي له البوليان بتاع الانفرس. ما هو الانفرس ديت بيبقى قيمه من ما بين كام وكام؟ ما بين الصفر والواحد. لو كان صفر هيدي له فولس، لو كان واحد هيدي له ترو، تمام؟ والبوليان بلير بردك نفس الكلام، فولس وترو، تمام؟ وبعد كده بقى بترجع لي الايمج اللي عندي. وبعد كده بقى السيف بيساوي مين؟ بيساوي القيمه بردك بتاعت مين؟ بتاعت التراك بار ده، تمام؟ صفر او واحد. فلو كانت مثلا صفر
يبقى كده فولس مش هيسيف، وهو دي الاوتوماتيك اساسا، هو القيمه اللي هيبدا من عندها صفر، تمام. وبعد كده لو مثلا، طب لو المستخدم مثلا اتك عليه وخلاه واحد، يبقى خلاص كده اعمل بقى سيفها لي باسم مين، باسم مودفايد دوت بي ان جي في الفولدر بتاع ايمجز. وبعد كده من الايمج اللي انا هحمل لها حفظ، اهو الايمج بتاع ثريشولد ايمج اللي احنا بنعدل عليها اساسا في البرنامج، تمام. وبعد كده اعمل بريك، اطلع بقى. طيب بعد كده بس نفس الكلام بقى اللي احنا شرحناه قبل كده، بس هعرض الايمج عندنا، تمام. فكل الكلام يعني ايه، بحاول اختصر عشان كل الكلام ده احنا قلناه في الفيديوهات اللي قبل كده، فارجع بس الفيديو بتاع اللي هو تطبيق على تراك بار والتكست، وبرضك الفيديو اللي هو التاني بتاع شرح تراك بار والتكست، الاثنين دول الفيديوهين دول شرحهم ورا بعض، فاتفرج عليهم، مهمين جدا، تمام، عشان تفهم اللي انا بقوله ده. بس فهو لما تيجي شغل برنامج بقى مثلا ولا حاجه، هتلاقي نفس الكلام معاك، ولما تتك على مثلا سيف ولا حاجه، هتلاقي حافظ الصوره عندك باستخدام مين، باستخدام الاسم ده كله وفي الفولدر ده. بس فهو دي نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.